مرحبا، يعطيكم ألف عافية. أنا المهندس عبد الله بني هاني، أحد خريجي جامعة البلقاء التطبيقية كلية الحصن الجامعية، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وحاليا أكمل الماجستير في العلوم السياسية في جامعة آل البيت. الحقيقة جامعة البلقاء التطبيقية هي إحدى الجامعات الحكومية التقنية التي تعمل على تقديم الدعم الكامل للشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل، ولديها برامج تقنية كبيرة. اليوم أنا أعمل مدير مشروع تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثرا في وزارة الشباب الممول من البنك الدولي، ولدي مؤسسة تطوعية أسستها أبان دراستي في الجامعة، مؤسسة محافظة التطوعية، وأنا أحد من أسسها ومديرا عاما لها. لدي أكثر من 770 متطوع منتشرين في مختلف محافظات المملكة، يعملون على دعم الشباب وصقل مهاراتهم وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل. اليوم كلنا خريجين هذه الجامعة نسعى جاهدين إلى دعم الجامعة من خلال البرامج والمشاريع التي نقوم بها. أدعو جميع الخريجين زملائي وزميلاتي الذين تخرجوا من هذه الجامعة أن يقدموا كامل الدعم للجامعة في مختلف أعمالهم وبرامجهم الذين يقدمونها للمجتمع. الجامعة بحاجة لنا، بحاجة أن نقوم بدعمها في مختلف إمكانياتنا اللوجستية والمعنوية والمادية. الجامعة تقدم برامج عملية مهنية للشباب، وواجبنا أن نسلط الضوء على هذه البرامج. شكرا لكم.